أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن توضح العلاقة بين الفن الإسلامي والجانب الأخلاقي في حياة المسلم وتتعرف على مفهوم حق عزيزي الطالب، للإسلام موقف إيجابي من الفن الهادف الملتزم بالمبادئ والقيم الخلقية والأحكام الشرعية لتنعكس آثاره الأخلاقية والجمالية عمل حياة الفرد والمجتمع. مفهوم الفن في الإسلام هو التعبير الجميل عن الإحساس اتجاه الأشخاص والأحداث والأشياء عن طريق وسائل مادية أو معنوية في التصوير الإسلامي لهذا الوجود. أهمية الفن في الحياة عزيزي الطالب، للفن أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع لأن له رسالة سامية، ومن ذلك أنه ينمي إبداع الفرد وتمييزه ويساهم في صيغة شخصيته الإنسانية بصورة إيجابية، يحقق للإنسان التواصل مع ذاته مع الآخرين عن الموضوعات التي تهم المجتمع مثل السياسة والاجتماع بطريقة تجلب الانتباه وتوقظ الإحساس. عليك عزيزي الطالب أن تتعاون مع زملائك في ذكر أهمية أخرى للفن تعود على الفرد والمجتمع بالخير والنفع. مجالات الفن الإسلامي: لقد تعددت مجالات الفن الإسلامي، ومن الأمثلة على هذه المجالات الخط العربي. يرجع اهتمام المسلمين بالخط وتحسينه إلى عنايتهم بالقرآن الكريم وحفظه ونسخه، فقد كتبت المصاحف بأشكال الخطوط العربية المتنوعة مثل الخط الكوفي وخط النسخ. أيضا العمارة الإسلامية، أفاد المعماريون المسلمون من فنون العمارة اليونانية والرومانية وأضافوا إليها تصاميم جديدة ميزت العمارة الإسلامية مثل القباب والأقواس والمآذن. ومن المعالم المعمارية الإسلامية قبة الصخرة المشرفة ومسجد الزيتونة في تونس وقصور الأندلس وغيرها. التغني بقراءة القرآن الكريم وتجويده، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت بالقرآن، فقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وتحسين الصوت هو تجميله أثناء قراءة القرآن الكريم منضبطا بأحكام التلاوة وتجويد، لما فيه من جمال فني يؤثر في نفس السامع ويحرك مشاعره ويدفعه للخشوع أثناء التلاوة. عزيزي الطالب، أثنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة عندما سمعه يقرأ القرآن الكريم فقال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أيضا الشعر، اعتنى المسلمون عزيز الطالب بالشعر بأغراضه المختلفة مثل شعر الحماسة والرثاء والغزل والمديح والهجاء، واستخدموه في الدفاع عن الدين وبيان أحكامه. وكان حسان بن ثابت شاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الشعراء المسلمين في عصر النبوة كعب بن زهير الذي هداه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فردته حين ألقى بين يديه القصيدة الشهيرة. حق المواطنة: حق المواطنة من الحقوق الأساسية للإنسان دون النظر عن الفوارق العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الاقتصادية، وقد نظمته الشريعة الإسلامية بما يحفظ مصلحة الفرد والمجتمع. من حق الإنسان أن يعيش في بلده متمتعا بحقوقه قائما بواجباته دون النظر إلى دينه ولونه وعرقه. فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على حب وطنه والانتماء إليه، وقد أقر الإسلام مبدأ المواطنة بوصفه أساس العلاقة بين الناس الذين يعيشون في وطن واحد، وأنهم يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها. يؤكد ذلك ما جاء في نص الوثيقة الذي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وأن القاطنين على أرض الدولة جميعهم أمة واحدة لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات. وقد كان إقرار هذا المبدأ خطوة حضارية في الوقت الذي كانت فيه بعض الأمم ترى الانتماء القبلي أو المذهبي العرقي الهوية الجامعة بينهم. المواطنة حقوق وواجبات: الحقوق، أقر الإسلام مجموعة من التشريعات التي تضمن حقوق المواطنين، حرية الاعتقاد وأداء العبادات، الحفاظ على حياته بأن يعيش آمنا مطمئنا لا يعتدي عليه أحد، التعليم، فلكل فرد حق في الحصول على التعليم، العمل والتملك وحرية التنقل داخل حدود الدولة، المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة، فالمواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات ويجب إتاحة الفرص جميعها أمامهم، ويطبق القانون على جميع دون محابة
وأيضا المشاركة في الحياة السياسية. فتطبيق مبدأ الشورى يفتح مجال أمام المواطنين جميعهم لإداء آرائهم في القضايا المختلفة. شاكر لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.